بالفعل ما زالت هذه التظاهرات على أوجها في شارع أيلون حيث نتواجد الآن. هذا الشارع الرئيسي والمفصلي الذي يفصل ويصل الشمال إلى الجنوب، وهنالك محاولة من قوات الاحتلال لفض هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات، سواء من خلال استخدام فرق الخيالة أو حتى حرس الحدود ونشر قوات مشددة. هذه في اللحظات هنالك مجموعة من المتطرفين المستوطنين يقومون بإعاقة عملنا وإحاطتنا لعدم إكمال هذه الرسالة، ولكننا نحاول الحفاظ على المهنية في أداء هذه الوظيفة. نحن نتحدث عن هذه التظاهرات التي تقدر عوائل المحتجزين بأن أعداد المشاركين فيها فاقت 300 ألف متظاهر مشترك في هذه التظاهرة في تل أبيب.